من العاصمة الأردنية عمان تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية آية السيد. آية، مرحبا بك. لو تصفي لنا ملابسات هذه العملية بقليل من التفاصيل، من هم هؤلاء، من تم يعني قتلهم، ما التهم الموجهة إليهم؟ نعم، تحياتي دينا. حقيقة يعني الأمن العام بين بتفاصيله اليوم في هذا البيان بأنه تم قتل 3 مطلوبين مصنفين بالإرهابية في العام الماضي في شهر ديسمبر من العام الماضي. كان هناك أحداث في منطقة الحسينية في محافظة معان جنوب الأردن، تم على أثرها استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح، وفي وقتها كان هناك يعني تبادل لإطلاق النار ما بين قوات الأمن والأشخاص المسؤولين عن هذه عملية القتل، وتم قتل المتهم الرئيسي والقبض على 2 منهم، بينما كان هناك أحدهم فار من العدالة. قبل عدة أيام فر 2 من هؤلاء المطلوبين من أحد سجون في العاصمة عمان ولاذا بالفرار، وكان الأمن العام يتكتم على هذا الموضوع من أجل سير العملية يعني وفق خطة معينة وضعها الأمن العام بحسب ما ذكر في البيان. الهاربين كانوا يسلكون طرق صحراوية يعني من أجل يعني التواري عن الأنظار ومن أجل يعني البعد عن القوات الأمنية المتواجدة على طول الطريق. الأمن العام بخلال خطة معينة رصد مكانهم في أحد المناطق على الحدود الشرقية الجنوبية، وهي الحدود الواقعة في محافظة معان جنوب الأردن. وبعد يعني تحديد الموقع مساء أمس، قامت القوات الأمنية بالتوجه إلى هناك، وكان هناك خطة محكمة من أجل يعني القبض عليهم، وكان هناك كما ذكر بيان الأمن العام سير على الأقدام، لم يستخدم الأمن العام المركبات من أجل يعني التواري عن الأنظار. بمجرد تحديد مكانهم كان هناك يعني تبادل لإطلاق النار، تم قتل المطلوبين الذين فارا من أحد السجون، وأيضا المتهم الثالث وهو الشقيق أحد الذين فارا من السجن، وهو متهم رئيسي في قتل العميد عبد الرزاق الدلبيح. هؤلاء يعني ذلك أن الشخص الثالث آية كان هاربا منذ البداية، يعني لم يهرب من السجن كما فعل أخوه، كان هاربا من البداية وانضم إليهما لاحقا. صحيح، كان مطلوبا. صحيح، هو كان مطلوبا منذ الأحداث التي وقعت في ديسمبر من العام الماضي، ويعني الأمن العام استغل هذه النقطة بأن هذه المنطقة هي التي حدثت بها الأحداث، فمن الممكن أن يتواجدوا في هذه المنطقة. تم مسح منطقة الحدود ومنطقة محافظة معان من أجل تحديد الموقع، وفعلا تم تحديد نقطة وجودهم والعمل يعني بالكتمان من أجل يعني نجاح هذه الخطة. عند تحديد الموقع تم إلقاء القبض، أو عفوا لم يتم إلقاء القبض، كان هناك تبادل لإطلاق النار. نعم. تبين بأنهم استخدموا مركبة كانت مسروقة، وهي المركبة التي لاذوا منها من خلال السجون إلى منطقة معان. طبعا دعينا أقول لك بأن السجن واقع في العاصمة عمان، ومنطقة معان تبعد عن عمان بقارب 200 كيلو، فهم استغلوا نعم هذه المنطقة. طيب، من خلال يعني نعم. سؤال أخير لو سمحتي، هل سيفتح تحقيق في كيفية فرار 2 من هؤلاء من السجن؟ نعم، الأمن العام أعلن بأنه سيتم التحقيق فورا وتشكيل لجنة من أجل معرفة يعني الثغرات التي أدت إلى هروب هؤلاء المطلوبين، يعني خاصة بأنها لم تحدث مسبقا يعني في السجون بالأردن بأن يكون يعني مسجلين خطر وضمن قضايا إرهاب قد لاذوا بالفرار مسبقا. فسيتم التحقيق وسيتم يعني وضع كافة الأسباب التي أدت إلى هروبهم، وسيتم محاسبة من كان له تقصير في هذه الحادثة. وبين الأمن العام بأن هذه اللجنة تباشر العمل فورا. نعم، شكرا جزيلا لك آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من عمان.